التوقيت في رحاب المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون في المنتدى الثقافي في ديربون في أول لقاء حضوري بعد سنتين، حيث فرقت بيننا إعصارات الجائحة وأمواج الكورونا العائجة، وها نحن من جديد نلتقي على مائدة الثقافة والفن العربي، ونرجو منه أن يكون سلماً للنهوض بجاليتنا والعلو والتقدم لأجيالنا القادمة، حيث أن الأمة التي لا تعتني بثقافتها هي أمة ميتة الروح، مهيضة الجسد، خاوية المحتوى. الثقافة هي مفتاح التقدم، وهي البنية التحتية لشخصية الإنسان، ولنا في ثقافتنا العربية ما نستطيع به أن نقدم الكثير للإنسانية كما فعلنا من قبل، وأن نكون في مكان ثقة ودعة وانسجام مع الذات ومع الآخرين. والحفاظ على الثقافة العربية اليوم هو حفاظ على أنفسنا من الانقراض وشخصيتنا من الانصهار السلبي في مجتمعات قد يفتقد الكثير منها لمعالم فيها أرض غير ثابتة وقيم غير واضحة، ونحن بحاجة لهذه القيم التي تحملها ثقافتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى. فالقيم هي وليدة الثقافة، والسعادة لا تأتي إلا عندما يكون الإنسان متصالح مع ذاته، هي أيضا الثقافة مفتاح من مفاتيح السعادة. في المقدمة أود أن أقدم لكم رئيس المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون وعماد المركزي وخيمته، الذي لا يكل عن العطاء للثقافة العربية والاعتناء بلغتها وأبنائها، ليقدم لكم المنتدى الثقافي في ديربون عام 2023 السفير الدكتور علي. خير يا جماعة، أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي في المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون والمنتدى الثقافي في ديربون، وكل عام وانتم بخير. يقول الشاعر: احن الى الديار، ديار ليلى، قلت اسم ليلى بالمناسبه، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ولقد فاض بنا الحنين وأرهقنا سجننا الاختياري منذ ما يقرب من 3 سنوات، فآخر أمسية قدمناها من هذا المركز، هذا المتحف، كانت كما أذكر الاحتفال بمئوية الرابطة القلمية، وكان ذلك في 20 نيسان 2020، يعني بعد كم شهر وصلنا 3 سنين. وبعدها هاجمتنا الكورونا بقبضها وقضيضها، وأرغمتنا على الانزواء ليس فقط في بيوتنا، وإنما في دواخلنا، في ذواتنا، زمنا طويلا. ولكن صحيح أن الوباء من ناحية فتك بنا بالبشرية جمعاء، لكنه فتح لنا بوابة افتراضية أوصلتنا إلى العالمية. تخيلوا، ما بعرفش بتحكي من هون، تمام، على مدى هو 2.5 سنين تقريبا، كنا سابقا ننظم كل اول اربعاء في الشهر امسيه حضوريه من هذا المكان. مع الكورونا فتحت لنا ابواب السعد بكل صراحه، استطعنا
أن ننظم أمسيات شعرية وندوات فكرية وثقافية مع 19 بلداً عربية. لم يبقى كما أعتقد سوى الصومال، جيبوتي، جزر القمر. ما بعرف إذا في حدا بيحكيثون عربي بهالدول الثلاثة. متى بقى كنا ننظم أمسيات مباشرة على الهواء مع هذه الدول؟ أيضاً نظمنا أمسيات مباشرة مع أستراليا، طريق لأستراليا تحديداً. كنا ننظم نحن تكون عندنا الجمعة الساعة 7 المساء، يكون عندهم السبت الساعة 11 ثاني يوم الظهر. الفرق الزماني الطويل. يعني بما معناه أنه الكورونا أضرت في ناحية، ولكنها فتحت لنا قربت المسافات، ولكن لا شيء يعدل هذا اللقاء. ليس أجمل من هذه اللمسة الإنسانية المباشرة كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وهذا هو منزلنا الأول وأنتم رواده. عدنا إليكم، العود أحمد، سنعود إلى ممارسة نشاطنا كل أول أربعاء أمسية حضورية من هذا المكان. قبل أن أنهي كلمتي في هذه المداخلة القصيرة، أتمنى أن تواكبوا نشاطنا. هي دعوة لكل المثقفين من أبناء الجالية. أبواب المركز مفتوحة لكم، تعالوا انضموا إلينا. أهلا وسهلا بكم مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأكون لي لقاء آخر معكم في مشاركة في نجمة الندوة لاحقا. تفضل يا أستاذ هشام. سوف تكون المقدمات اليوم مختصرة بسبب ضيق الوقت. الفقرة القادمة هي عبارة عن حوار حول كأس العالم كقوة حضارية عربية، أو مداخلات في هذا الصدد، ملامح الصورة المشرقة للعربي خلافاً للصورة النمطية في الفكر الغربي. يقدم الندوة العميد الدكتور نبيل الخطيب، العميد السابق لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية ونائب رئيس المركز العربي الأمريكي للثقافة والفنون. ويشارك في هذا الحوار السفير الدكتور علي عجمي والأستاذ عبد الإله الجابري، وهو ناشر ثقافي ورياضي في الجالية العربية، والأستاذ عباس الحاج أحمد، وهو إعلامي وناشط اجتماعي وأستاذ جامعي، والدكتور عدنان جابر، دكتور جامعي في علم النفس المعرفي وطبيب نفسي سريري. فأهلا وسهلا بكم. والدكتور نبيل تفضل. مساء الخير أحبتنا، نرحب بكم مجددا لنضع مرآة تعكس صورتنا أمامنا وأمام العالم لنراها على حقيقتها. هذه المرآة جاءت هذه المرة من مباريات كأس العالم في قطر. عندما نتكلم عن الصورة الحضارية للعربي ننطلق من اعتبار أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وهو يسعى إلى تحقيق آليات الانصهار الاجتماعي مع بني جنسه، وهذا يدفعه إلى البحث عن وسائل للتفاهم والتواصل اللغوي والفكري والثقافي. وأي غياب للفعل الثقافي والحضاري يؤدي بالضرورة الحتمية إلى عدمية الإنسان. العربي كان عنصراً فاعلاً في الثقافة الإنسانية وحضارتها عبر مراحل التاريخ المتعاقبة. هو نقل الحضارة الهندية والصينية القديمة إلى الغرب، وهو الذي عرف العالم بالصفر، الذي غير منطق الحساب والرياضيات وطور علم الحساب والرياضيات والفلك. طبعاً بالإضافة إلى الرياضيات والفلسفة وإلى ما هنالك من أمور المعرفة. هو الذي أثر في نشأة الشعر الأوروبي الحديث وترك أثره
في اللغة الأسبانية وفي اللغات الأوروبية. وأثر في الموسيقى والغناء زلياد وغيره، الموشح وشعراء تربادور، في الفلسفة والطب ابن رشد بن سينا وغيرهم. وتأتي مناسبة المونديال أو كأس العالم 2022 في بلد عربي حاملة شعلة الحضارة الإنسانية، الإنسانية بلا أحقاد، بلا نزاعات، بلا حروب حضارية أو غير حضارية. حصل أنه على أرض عربية تحاورت البشرية من خلال عبق لقائها الرياضي، فمثل الرموز التي تقتسمها حضارة العرب مع العوالم الغربية والآسيوية واللاتينية وغيرها. وجاء بإضافة أخرى إلى الحوار المطلوب بين الحضارات في زمن الصراعات، ومن داخل البؤرة الأكثر خطورة في الكرة الأرضية، أقصد الشرق الأوسط. في قطر امتحنت الإنسانية كونيتها المشتركة من خلال ترويض كرة القدم لتكون عنواناً لفهم الآخر ولتصحيح النظرة النمطية لشعوب ظلمتها الدعاية المعادية والقبول بالتعددية. لقد تميزت نسخة كأس العالم 2022 بوسائل حضارية فتحت الأعين على الموروث الثقافي والقيمي العربي، كان فيه من فرائض وأصالة، وأسقطت الأقنعة عن الدعايات التي تعاملت مع العرب بعنصرية. أظهرت المناسبة البيئة العربية المسالمة المنفتحة على العالم عكس الصورة المؤطرة.